طيب احنا في ليبتون ضفنا خلاصة أوراق الشاي الندرة للتوليفة القديمة عشان نحصل على أفضل مذاق لليبتون على الإطلاق. اتفضل دوق معايا. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. شاي ليبتون جامد جدا والمذاق الجديد حلو جدا, جربوا. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? أنا بستخدمه بقالي كتير, يعني ما يقرب من 15 سنة كده. من ساعة ما إيه ما اتجوزت؟ متجوزة بقالي 30 سنة بستخدمه, بقالي 30 سنة. شاي ليبتون ممتازة, بستعمله على طول يعني في الشغل وفي البيت يعني. بفضل شاي ليبتون خرز عن أي نوع ليبتون تاني. معظم استعمالي شاي ناعم أو شاي خرز يعني. بس أنا بحب بصراحة اللي هو الخرز. بستعمل الخرز في البيت عشان الشاي باللبن والحاجات دي, وبستعمل في المكتب وكده الشاي الباكت ده. بستعمل ليبتون اكتر حاجه, ما فضلتش غير ليبتون. واحنا اصلا ما بنستخدمش في البيت غير شاي ليبتون, طبعا احلى شاي. لا مش بستخدم شاي تاني غير ليبتون.